بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبارنا الرياضية محليا وعالميا. فريق الكرة بالنادي الأهلي حقق فوز كبير على الإسماعيلي بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح باستاد برج العرب، ده خلال مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري. بيرسيتا ولاعب الاهلي حصل على جائزه رجل مباراه فريقه امام الاسماعيلي واللي جمعتهم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجوله الثالثه من عمر مسابقه الدوري المصري. فريق بيراميدز حقق الفوز على فريق انبي بنتيجه 1-0 في المباراه اللي جمعتهم امبارح على استاد الدفاع الجوي، وده في المباراه اللي اقيمت بينهم امبارح ضمن مباريات الجوله الثالثه من الدوري المصري. منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة ضمن التأهل رسميا إلى أولمبياد باريس 2024، ده بعد خسارة منتخب تونس أمام تركيا 3-0 في ختام التصفيات المقامة في اليابان متصدرا التصنيف القاري لإفريقيا. منتخب مصر الكاراتيه التقليدي تصدر جدول ترتيب الدول المشارك في بطولة كأس العالم للكاراتيه التقليدي والمقامة في أوزبكستان محققا المركز الأول على العالم، وتصدر منتخب مصر ترتيب البطولة برصيد 20 ميدالية متنوعة بواقع 8 ميداليات ذهبية و7 فضية و5 برونزية. فريق أرسنال حقق فوز مهم على فريق مانشستر سيتي بنتيجة 1-0 في مباراة قمة الجولة الثامنة واللي أقيمت على ملعب الإمارات ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2023-2024. فريق ليفربول تعادل مع برايتون بنتيجة 2-2 في المباراة اللي أقيمت بينهم في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024. توج الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد برايتون والمقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي بعد تسجيل هدفي اللقاء لصالح فريقه ليفربول. فريق نيوكاسل يونايتد تعادل أمام ويست هام يونايتد بنتيجة 2-2 في مباراة لجامعة الفريقين على ملعب لندن الأولمبي، وده ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز. نادي أتلتيكو مدريد فاز على نادي ريال سويسيداد بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي. فريق بايرن ميونخ حقق فوزا كبيرا على نادي فرايبورغ بنتيجة 3-0. المباراة جمعت الفريقين امبارح ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الألماني. فريق روما فاز على مضيفي كالياري بنتيجة 4-1 في مباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي الموسم الحالي. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية الجمعة نوشت لي علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا.